فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل ربنا والنعمة مع كتاب بداية المجتهد، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الأمة الإسلامية، ونحن نمشي يعني بناء للملكة الفقهية كما قلنا في هذا الباب. وصلنا في الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمسألة الثانية في أجزاء ما اتفق عليه أنه ميتة، وكما اختلفوا في أنواع الميتات كذلك اختلفوا في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة، وكذلك وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم من أجزاء الميتة ميتة، اللحم من أجزاء الميتة ميتة، وهو قد جاءت الأدلة على ذلك. والأصل في هذا الباب هو هذا الأمر. اللهم أمين، اللهم أمين، رضي الله عنك يا خلة السلف. واختلفوا في العظام والشعر، فذهب الشافعي لأن العظم والشعر ميتة. هو الشافعي يرى بأن العظم والشعر ميتة لأنه يدخله الحياة، تحله الحياة، فما كانت تحله الحياة فهو ميتة. أعتذر لك يا أستاذ. وذهب أبو حنيفة إلى أنهما ليس بميتة، وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم فقال إن العظم ميتة وليس الشعر ميتة. طبعا لكل نحن وقفنا عند الثانية، ما تعديناه. وسبب اختلافهم هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء، فمن رأى أن النمو والتغذي هو من أفعال الحياة قال إن الشعر والعظام إذا فقدت النمو والتغذية فهي ميتة، ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على الحس قال إن الشعر والعظم ليس بميتة لأنها لا حس له، ومن فرق بينهما أوجب العظام الحس ولم يوجب للشعر وفي حس العظام اختلف. والأمر مختلف فيه بين الأطباء مما يدل على التغذي والنمو ليس هما الحياة التي يطلق على عدمها اسم الميتة، أن الجميع قد اتفقوا على أن ما قطع من البهيمة وهي حية أنه ميتة، لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث خرج أحمد في المسند وهو صحيح، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، واتفقوا على أن الشعر إذا قطع من حي أنه طاهر. طيب، عندنا هنا يعني مسألة مهمة، مسألة العظم والشعر، العظم والشعر ميتة أم لا؟ يعني خلاف وارد بين العلماء في هذا الباب. الشافعي يرى العظم والشعر ميتة، الشافعي يرى العظم والشعر ميتة، وهذا عنده لأنه عنده كل ما حل الحياة فيه فهو يكون ميتة، إذا أبين فهو ميتة. فقالوا الشعر والعظم كل ما حل الحياة فيه، وإحلال الحياة عندهم ومعرفة الحياة عندهم بالحس وأيضا بالنمو، النمو والتغذي، فيقولون الشعر تحله الحياة لأنه ينمو ويكبر، لأنه ينمو ويتغذى. نعم، والعظم تحله الحياة لأنه فيه الإحساس وفيه أيضا النمو، فيه الإحساس وفيه النمو، تعلمون العظم ينمو. نعم، هذا قول الشافعية. أما قول الحنفية فقالوا العظم ليس بميتة والشعر ليس بميتة، ولأنه قال ليس النمو والتغذي دال على الحياة، الحياة أصلها في الحس، والعظام لا حس لها والشعر لا حس له. هذا قول الأحناف. قول المالكية وهم أسعد الناس بالدليل فرقوا بين الشعر وبين العظم، قالوا العظم تحل الحياة أما الشعر لا تحل الحياة. قالوا بأن الأدلة هنا مصح الأدلة في هذا الباب، النبي الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة هذا عام، ويبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. لا، الذين قالوا بإخراج العظم والشعر من هذا العموم قالوا بأن الله جل وعلا لما حرم الميتة حرم الميتة لنجاسته، فالضرر فيها واقع للنجاسة. قالوا العظم والشعر، الأحناف هنا يقولون العظم والشعر يعني يخصصان
من عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة يعني كل الموت الميت. فالعظم لا يكون ميتة والشعر لا يكون ميتة، هذا عند أبي حنيفة. لما قال لا تحل الحياة، إذ الحياة عنده على الحس وعنده العظم والشعر لا يحس. الشافعية قالوا العظم تحل الحياة والشعر تحل الحياة، واستدلوا على ذلك أولا بالعموم حرمت عليكم الميتة، يبقى كل الميتة جلد لحم، لحم جلد عظم شعر، هذه الميتة. فقال حرمت عليكم الميتة، وقال إنما حرم الميتة أكلها. فإذا قالوا بالعموم، قالوا إذا شعر العظم نجس. المالكية هذا القول الثالث، المالكية قالوا بالتفريق. أيضا أبو حنيفة آسف له دليل غير هذا الدليل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة أسورة أو خاتم يعني أو عقد من عاج من العاج، فقالوا هذا العاج عظم. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليك. قال عظم، وإذا اشترى لها أساورة من عاج أو عقد من عاج، هذا يدل على أنه العظم ليس بميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشتري لفاطمة شيئا في نجس ولا يكون نجسا في هذا الباب. أي سؤال سأجيب عليه بعد الدرس. فقالوا هذه دلالة أيضا على أنه لا تحله الحياة. الأئمة طبعا الإمام مالك والإمام أحمد اتفقان في التفريق بين العظم وبين الشعر. الإمام مالك قال العظم تحله الحياة والشعر لا تحله الحياة، المسألة ليست واقفة على النمو والتغذي، بل قال العظم تحله الحياة وعندنا الدليل على ذلك. دعك من العموم، الآن يأتي بخصوصيات الأدلة. يقول فيقول بأن العظم تحل الحياة لقول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، يحيي العظام وهي رميم، والذي أحياها سبحانه وجل فعلا. إذن تحلها الحياة ولا ما تحلها؟ تحلها الحياة، ماتت هي ميتة، اعتبرها ميتة، وقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فقالوا إذن العظم تحل الحياة، فالعظم يكون ميتة، الشعر لا تحل الحياة، والنمو ليس دلا على الحياة، قد يكون النمو ولا تكون الحياة. وأيضا مما يدل على أن التغذي والنمو ليس هما الحياة أطلق على عدمية الميتة، أن الجميع قد اتفق أن ما قطع من البهيمة وهي حية بأنه ميتة، الحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. واتفقوا هنا الإلزامات، هنا الإلزامات الشافعية، واتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحي أنه طاهر، يعني إنما يقص الشعر فهو طاهر ليس من نجس. أنا سأجيب عن الأسئلة لكن بعد الدرس. إذن هذه اتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحي أنه طاهر، ولو انطلق عليه اسم الميتة يعني فقد تغذى هو التغذي والنمو في الشعر ولم يكن ميت، لأنهم اتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحي أنه طاهر. والدليل عندنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من حي فهو ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، وهذا الذي تحله الحياة. لما نقول أنه هنا تحله الحياة إذا قطع من البهيمة وهي تحل الحياة إذا فهو نجس. طب الشعر قطع وليس بنجس باتفاق، قال الله تعالى من أشعرها أو بريا أساسا ومتاعا إلى حين، تستخدمونه أساسا ومتاعا إلى حين، فدل ذلك على أن الشعر إذا قطع من الحي فهو طاهر ليس بنجس. يبقى عندنا أقول ثلاثة ملخص المسألة في هذا الباب، أقول ثلاثة، القول قول الشافعية قالوا الشعر والعظم نجس، استدل على ذلك بالعمومات، حرمت عليكم الميتة، الميتة عظم وشعر وجلد ولحم والجميع نجس، حرمت عليكم الميتة جميعا إلا إذا كان جلدا مدبوغا، وهذا سأتي. يبقى جلد عظم أيضا شعر لحم جلد عظم شعر كله نجس عند الإمام الشافعي العموم الأدلة في ذلك. وقالوا بأن العظم والشعر تحلها الحياة، واستدلوا على إحلال الحياة في العظم والشعر بالنمو والتغذي، بالنمو والتغذي. الشعر
إذا تركه ترك السلام له جمة، وأيضا كان أبو بكر له ضفائر إذا ينمه الآن فتحل الحياة. هذا قول الشافعي. قول الحنفية عكس الشافعية عموما وقال العظم والشعر لا تحل الحياة، ليس بالميت، ليس بالميت. ولذلك هم يقولون أن هذا الحديث حرمت عليكم الميتة مخصوص، مخصوص بالعظم والشعر، والشعر باتفاق ما قلنا إذا 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 قطع من الحي فليس فهو طاهر. لذلك الحنفية قالوا ليس ده بميتة. أما المالكية فقالوا الشعر لا تحل الحياة سواء كان ينمو لا تحل الحياة، وهذا الرجع صحيح من أوبارية وأشعرية أساسا ومتاع اللحية. طيب أما مالك فقال بالتفصيل وقال نفرق بين العظم وبين، لا لا ما أخذناها، ما أخذناها بالتفصيل، ما أخذناها، مررنا عليها مرورا فقط. ما قال بالتفصيل هو من مالك، والأصل فيها كما قلنا في قول لا ذا لفعلان قل يحيي الذي أنشأ أول مرة. يبقى لنا دليل الأحناف مهم جدا، هو مسألة التاج الأسورة من عاج. العلماء ضعفوا الحديث، ومنهم من قال وإن صح الحديث تنزلا فالإجابة عليه أن العاج ما قاله الخطابي هو يقال ظهر السحلفاء أو الذبل، قالوا بذلك يعني ما كان من ناب، يعني ما كان من عظم. هنا في قوله واتفق على أن الشعر إذا قطع من حيفة وطار ولو انطلق اسم ميت على من فقد تغذى أو النمو التغذي والنمو لقيل في النبات المخلوع إنه ميت، وذلك أن النبات فيه التغذي والنمو ولا يقال بذلك. والشافعي يقول إن التغذي الذي ينطلق على عدم اسم الموت هو التغذي الموجود في الإحساس. وصحيح نقول طبيا العظم له إحساس، طبيا العظم له إحساس وينمو أيضا، يبقى عندنا العظم ينمو إحساس فهذا تحل الحياة. أما الشعر فلا إحساس فتحل الحياة. وتنظر لو الشعر طويل وأراد أن يقصه هل يشعر به الثاني؟ ما يشعر، العصب أصلا في الرأس. فالصحيح الراجح نقول بأن قول المالكية هو أعد الأقوال، هو قريب من قول الحنابلة، وهذا القول هو أسعد الناس بالدليل، أسعد الناس بالدليل هم الذين قالوا بالتفريق بين العظم وبين الشعر، والشعر لا يكون ميتا والعظم يكون ميتا لأنه تحل الحياة والإحساس فيه، والإحساس فيه. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قال المسألة الثالثة الانتفاع بجلود الميتة، واختلف انتفاع الجلود الميتة فذهب قوم الانتفاع بجلودها مطلقا دبغت أو لم تدبغ. هذا قول يعني يعتبر كأنه قول شاذ، فذهب إلى الانتفاع بالجلد دبغ أو لم يدبغ. القول الثاني هو ألا ينتفع بها دبغت أو لم تدبغ. والقول الثالث طبعا قول الحنابلة هنا ألا ينتفع بها دبغت أو لم تدبغ، هذا عدم الانتفاع بها القول. رد الله عنك يا عمرو أحسن الله عليك. قول الإمام أحمد. والقول الرابع هو القول بأن الفرق بين أن تدبغ أو لا تدبغ، ولو أن الدباغ مطهر لها، وهذا قول الشافعية وقول الحنفية، وهو رواية عن مالك، رواية عن مالك، يعني مالك له روايتان، رواية مثل الشافعي ورواية مثل أحمد، فرواية أنه الدباغ لا يطهرها ولكن تستعمل في اليابسات. إذا عندنا هنا الدباغ، دباغ الجلود هل ينتفع بها المرء أم لا؟ طيب من قال عندنا أربعة أقوال. أول قول ينتفع بها دبغة أو لم تدبغ، وهؤلاء يتعلقون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس هل انتفعتم بها، أو قال هل انتفعتم بها. فقالوا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم وأباح الانتفاع، فيكون الانتفاع بلا قيود، والانتفاع دبغة أو لم تدبغ فينتفع بها، هو مستثنى من قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. هذه تعتبر روح الدليل الذي يتمسكون به. القول الثاني هو العكس، وأنه لا ينتفع من الموت لا ينتفع من الميتة بشيء، دبغ أو لم يدبغ لا ينتفع.
يبقى دبر أم لم يدبر ينتفع، وهذا قول ضعيف جدا. قول ثاني دبر أو لم يدبر لا ينتفع به، وهو قول الحنابلة. وهؤلاء يستدلون بحديث عبد الله بن عكيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع الميتة بإهاب ولا بعصب، وقالوا هذا ناسخ أيما هاب دبر. نعم. القول الثالث هو التفصيل. القول الثالث هو التفصيل، وقول الشافعية والحنفية قالوا في التفصيل أن بين الجغر الدبر أن تدبر أو هم أسعد الناس بالدليل. مالك طبعا هذا قول الجمهور عنه وافقهم في ذلك، وهذا قول الجمهور، فقالوا أنه ينتفع بها إذا دبغت، في التفريق ما تدبغ ولا تدبغ، إن دبغت انتفع به، إن لم تدبغ لا ينتفع بها. وفي رواية عن مالك ذلك، فصار القول هو قول الشافعية والحنفية وأيضا المالكية، بأن الجلد إذا دبغ طهر، لقوله أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي رواية ابن عباس هل انتفعتم بإهابها؟ الراجح من هذه الأخوال هو قول الشافعية والحنفية، ورواية عن مالك وهو جواز الانتفاع بعد الدبغ، يفرقون بين الدبغ وبين عدم الدبغ، فإذا دبغ ينتفع به، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقالوا إذن الدبغ يطهرها فتستخدم جلوسا افتراشا بيعا شراء تستخدم، ولا تؤكل على الرجح الصحيح. أما أدلة القوم هنا سلمة الأدلة، ما في أي تتبع في هذا الباب. ننظر في أدلة القوم الذين قالوا بأنه ينتفع بها سواء دبغت أو لم تدبغ، واستدلوا على ذلك بالعمومات. حرمت عليكم الميتة، قالوا هذا مخصوص بقول هل انتفعتم بها، هل انتفعتم بها، فهنا قالوا التخصيص جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتفع بالجلد سواء كان يدبغ أو لا يدبغ، لأن تأخير بناء وقت الحاجة لا يجوز، يستدلون بذلك. ورد عليهم سهل يسير، نقول قد قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، ماشي، حرمت عليكم الميتة وأنتم قلتم بالتخصيص في هذا الباب لقولي هل انتفعتم بها، نقول نحن نخصص المخصص، نحن نخصص المخصص. ورد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم بإهابها، أو قال هل انتفعتم بها، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فكان إجمال التفصيل ليس من عندي نفسي، الإجمال التفصيل في هذا الباب ليس من عندي نفسي في هذا الباب، لأنه الأدلة ظاهرة، حرمت عليكم الميتة، قال هل انتفعتم بها، فجعل الانتفاع دبغت أو لم تدبغ في هذا الباب. ورد عليه كما قلنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا منطوق، والمفهوم أيما إهاب لم يدبغ لا يكون الطهر به، لا يطهر، أيما إهاب لم يدبغ لا يطهر، وهذا مفهوم قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر. أما بالنسبة لرد على الحنابلة يقولون لا ينتفع بها دبغ أو تدبغ لا ينتفع بها، وهؤلاء يستدلون بحديث عبد الله بن عكيم أنه قال بأن آخر ما أرسل من النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفعوا. هذا الحديث تمسكوا به، والحديث لو صح له توجيهات، فما بالك بقى أن الحديث جمهور المحدثين يرونه ضعيفا. الترمذي قال كسر اضطرابه فتركه أحمد، يعني حتى أحمد ضعف هذا الحديث، والأحكام فرعوا على التصحيح وهو ضعيف، انتهى الموضوع. وهذا عمدة أدلة الحنابلة، فيبقى القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. أما التفريق بين ما دبغ وما لم يدبغ الحق فيها مع الشافعية في هذا الباب، لما يقولون يستفادوا في مذهب الشافعية والحنفية في التفريق بين الدباغ وغيره بمفهوم مخالف، لأن النبي قال أيما إهاب دبغ أو قيد دبغ فقد طهر. بقي لنا الكلام على
مذهب آخر هو الرابع، وهو أنهم قالوا نحن نقول بالانتفاع، لكننا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما هاب دبغ فقد طهر مخصوص، مخصوص بمأكل اللحم، يعني الدباغ ينفع بمأكل اللحم. أيما دباغ يعني أيما جلد، أيما إهاب يعني جلد، الجلد، الجلد قبل الدباغ يسمى إهاب، الجلد قبل الدباغ يسمى إهاب. الرابع هو القول بقول الشافعي والحنفية، لكن في على خلاف، قالوا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب أنه عام مخصوص بمأكل اللحم، يعني أيما، شوف التقدير هنا على التخصيص، أيما إهاب لمأكل اللحم دبغ. من وين أتوا بالتخصيص مع أن التعميم في الرواية ظاهر؟ أيما أي من الأسماء المبهمة، من أين أتى بالتخصيص؟ أتى بالتخصيص في قوله صلى الله عليه وسلم دباغه زكاته، دباغ الأديم زكاته. قالوا الزكاة هنا الزكاة تمنع النجاسة، يعني تطهر، لا سيما أنه قال دباغه زكاته، فقالوا ما دام قد قال زكاة يبقى إذن لا لمأكل لحم، لأن الزكاة لا تكون لا لمأكل لحم. هو كلام قوي لكن يرد عليه بسهولة ويسر، إنه يبقى العمل عمول ما لم يأتي مخصص يخصصه، وجاء المخصص بأيما إهاب دب فقد طهر، وكان عموما فهل يدخل التخصيص؟ ما يدخل التخصيص، ويبقى أيما إهاب قد دب فقد طهر، أيما إهاب دب فقد طهر. وأما قولهم دباغه زكاته فمن وجهين، الوجه الأول أما قول دباغه زكاته قالوا لأن الزكاة معناها الطهرة ولا تكون إلا لمأكل اللحم، فيكون هنا بمعنى دباغ زكاته ليس حصرا وقصرا على الذي يزكى، ليس حصرا وقصرا عليه. ونحن نقول بالنسبة دباغ زكاته قلنا بالتطهير، يبقى أيضا دباغ مطهر له، وزكاته قال الرائحة الطيبة على التفصيل، الرائحة الزكاة هنا ليست الذبح ولكن الرائحة الطيبة. فمن فرق بين ما كل لحم وغيره له دلالة، له دلالة وله وجاهة وله قوة، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، والصحيح الراجح بأنه الدباغ يؤثر في الحل والحرمة. فأيما إهاب قد دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر على التعميم، وقام عموما ما تفصل خصصه. ومن قال بأنه لا انتفاع بها خالف نص الحديث هل انتفعتم بها، ومن قال انتفع بها مطلقا قلنا خالفتم تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم في قول أيما هاب دبغ فقد طهر. والذين قالوا دباغه زكاته قلنا من التوجيه من توجيهين كما بينا، وأن الزكاة معناها تطيب الرائحة على التوجيه. ثم قال واختلفوا فيما لا تعمل فيه الزكاة، فذهب الشافعي لأنه مطهر لما تعمل فيه الزكاة فقط، وأنه بدل منها في إفادة الطهارة. أبو حنيفة لا تأثير الدباغ في جميع ميتات الحيوانات ما عدا الخنزير، غدود تطهر حتى جلد الخنزير. وتعارض الآثار في ذلك، وأنه ورد في حديث ميمونة إباحة الانتفاع مطلقا هل انتفعتم بإهابها، وحديث الله ابن عكيمة ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب العصب، حصل الاختلاف بين الحديثين لذلك اختلفت الأقوال. راح نقول خلاصة الأمر أن الدباغ يؤثر، فأيما إهاب قد دبغ فقد طهر، سواء ما كل لحم أو غير ما كل لحم. أنت ترى فرو الذئب، ترى جلد الساعة يكون فيها جلد حية، الجلود بأسلها فيها غير ما كل لحم، وهذا موافق روح الشريعة. لو قلنا يعني لا ينتفع إلا بما كان مأكول اللحم أضعنا كثير من الفدات لأهل العلم. فالصحيح الراجح أن نقول الجميع يطهر، الجميع يطهر، مأكول لحم أو غير مأكول لحم،
والرد على الحديث كما قلنا في دباء زكاته غير مقصود على ما يرمون إليه، والزكاة قد يكون في هذا الباب على طيب الرائحة بعد استخدام الماء والقرز والصابون والأشنان من أجل مسألة مسألة الدبغ يعني. نعم، لكن يبقى لنا أن الشافعية قالوا كل جلد دبغ طهر إلا كلب الخنزير، إلا كلب الخنزير، وذلك التنصيص. التنصيص قال الله جل وعلا أو لحم الخنزير فإنه رجس، والشافعي يتمسك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فطهور إناء أحدكم أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب، وهذه النجاسة مغلظة. لذلك قال الشافعية كل جلد يطهر سوى الكلب والخنزير، التنصيص جاء على الكلب والخنزير يقاس عليه. أبو حنيفة قال جلد الكلب يطهر، أما المالكية فهم يرون الكلب طاهرا أصالة، والحق أن جلد الكلب لا يطهر بحاجة، جلد الكلب لا يطهر بحاجة. وهنا هذا الحديث ألا تتبع من مات بهاب وابع عصب الذي استدل به القوم الذين قالوا لا ينتفع به، حديث ضعيف لم يصح وهو مضطرب، وإن كان هو على التعميم قد انتفع من مات بإهاب ولا بعصب. وقال العلماء في الرد عليهم إذا تنزلنا مع سقط حديث حديث لا يصح بقولي ألا تنتفع الميتة بإهاب ولا عصب، الإهاب هو الجلد قبل الدبغ. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال إهاب دبغ فقط طهر، يبقى يعني يكون الدبغ أولا في هذا الباب لضر كل مفسدة، وأصح يكون طاهرا بالدبغ. هو يقول التعامل مع الحديثين، ذهب قوم إلى النسخ، يبقى نسخ أيما هاب قد دبغ فقط طهر بحديث عبد الله بن عكيم، لذلك قال لا تنتفع من ميت بإهاب ولا بعصب. وذهب قوم إلى الترجيح حديث ميمونة هل انتفعتم بها انتفعتم بإهابها. والحق أن نقول مذهب الترجيح في إيش؟ الحديث أصلا لم يصح، الحديث أصلا لم يصح كأنه غير موجود، يبقى خلاصة المسألة بأن الميتة لا ينتفع منها بشيء، الميتة لا ينتفع منها بشيء لعموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فالميتة لا ينتفع بها بشيء، وإن الله حرم بيع الميتة والأصنام والخمر إلى آخر الأحاديث لا ينتفع منها بشيء. ثم جاء الشرع أيضا الذي قال بعدم الانتفاع، جاء الشرع بالتخصيص في الانتفاع، أيما إهاب دبغ فقط طهر، ونحن قلنا لا ينتفع بالميتة لأنها نجسة. نعم، لما يأتي الحديث هل انتفعتم بها أو قال هل انتفعتم بإهابها، أيما إهاب دبغ فقط طهر، فيكون هذا حديث وعمدة الباب، وحديث عبد الله بن عقيم حديث ضعيف لم يصح، فيكون نزاع هنا في الفرق بين ما أكون لحم وغير ما أكون لحم. وقلنا التعميم موافق لأصول التشريع، موافق لمقاصد الشريعة، التعميم موافق لمقاصد الشريعة، فيكون هنا كلام الشافعية والأعدل والأصح أيما إهاب دبغ فقط طهر، استخدام كل جلد بالدبغ يكون طاهرا. وأما وهذا أيضا بعدم التفريق بين مأكول لحم وغير مأكول وغير مأكول لحم، فينتفع بها إلا الكلب سوى الكلب والخنزير بشدة نجاسة الكلب أو تغليظ نجاسة الكلب، وبعضهم يقول والخنزير أشد نجاسة منه من الكلب، فإذا لا يصح ولا يكون الانتفاع بجلد الكلب أو الميتة الكلب أو الخنزير، ولو دبغ لا انتفاع بهما بحال من الأحوال. اللهم احفظنا رب العالمين. هذه المسألة سننتهي منها الآن. نعم، يكون نكون قد انتهينا من هذه المسألة في مسألة العظم والشعر، ومسألة أيضا الانتفاع بالميت. وفي أسئلة تفضل. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من